السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد المكتبة. هل قبل كده اتسألت شنو القوة الخفية اللي بتتحكم في تصرفاتنا؟ اللي اتحكمت في حياتنا من يوم ما اتولدنا لغاية اللحظة اللي احنا فيها. بالمناسبة هتكلم معاك بعد شوية عن موضوع إذا ما فهمته هتواصل القوة الخفية دي اللي تتحكم في حياتك من غير ما تكون واعي بيها. عايز أشاركك بحاجة اسمها قوة المتعة والألم. بيقول لك أي حاجة بعملها أنا وبتعمله أنت أو بيعملها أي شخص آخر، إما بنعملها عشان تقربنا من متعة معينة أو تبعدنا من ألم معين. أيا كان شنو، تلقى الطالب بيذاكر وبيجتهد إما عايز يقرب من متعة النجاح أو عايز يبتعد من ألم الفشل. وكثير مننا في سلوكيات كثيرة وتصرفات كثيرة إما بنعملها عشان تقربنا من متعة النجاح أو ربما تبعدنا من ألم الفشل. وزي كثير مننا في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى بيعبد ربنا سبحانه وتعالى لأنه عايز يقرب من متعة الجنة أو عايز يبتعد من ألم النار. قوة المتعة والألم هي اللي بتتحكم في أي سلوك. بطولتك الحقيقية عشان تعمل أي ارتقاء في حياتك أربط المتعة وأقصى درجات المتعة بهدفك، بالنتيجة الدائرة تصليها، بالتغيير الحقيقي اللي انت عايز تصنعه في حياتك. وكمان أربط الألم وأقصى درجات الألم بعدم وصولك لأهدافك، بعدم تحقيق التغيير الذي تريده في حياتك. وأربط أقصى درجات الألم بوقوفك في مكانك. إذا استخدمت القوتين دين ده هيخليك دائما في حالة بتاعت ارتقاء، والنجاح الحقيقي إنك تستخدم القوتين دين في تحقيق التميز وتحقيق الارتقاء بدل ما تسمح لهم إنه يستخدموك. وخلينا أقول لك من الآن ركز إنك تربط أهدافك والحاجات الدائرة تمشي لها بأقصى درجات المتعة، وتربط الألم بعدم وصولك لأهدافك. التفوق الحقيقي في الحياة، لو عايز تصنع ارتقاء حقيقي في حياة اتعلم كيف تستخدم المتعة والألم بدل ما تسمح لهم إنه يستخدموك ويقيدوك ويخليك واقف في مكانك. أعمل الحاجة دي هتصل للارتقاء وعيش بقوة وسعادة. والسلام عليكم.